السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي الإخوان نقدمكم نفسي، أنا الفضالي مصطفى، عضو في جمعية الرسالة في سردينيا. الشيء اللي كنطالب به هو تكون عندنا ملحقة في سردينيا، يعني ملحقة تابعة للقنصلية، لأن الإخوان هنا كلهم كيعانيوا، اللي عندهم وليدات واللي عنده هذا، إنسان ملي كيبغي يصيب شي وثيقة يعني كياخذ الباطو وكيمشي كيتكرفص وهذا وكيخسر مصاريف وكيمنق الخدمه ديالو وهذا. ولكن يعني كانوا اخوان قبل منا رؤساء جمعيه راه توفوا والله يرحمهم وما وصلوش لهذا الهدف. حنا كنتمناو يتحقق لنا هذا الهدف في هذا العهد ديالنا، وكنطلبوا من سيدنا الله ينصرو، لانه هو يعني كيدير الجهد ديالو باش كل جاليه في احسن مستوى، ولكن اليد الواحدة لا تصفق كما كيقولوا. يعني خاصنا احنا نكونوا جنود مجندين وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. وكنتمناو هاد النيابة عن الجالية المقيمة بسردينيا يتحقق هذا الهدف، وهذا هو الطلب ديالي ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم. احنا في سردينيا احنا كنعانيو بزاف، احنا بغيناها تكون لينا قنصلة هنا في سردينيا. احنا كنعانيو بزاف، راه عندنا وليدات هنا وكنبغيو نطلعو الرومة، راه خاصنا باش نطلعو الرومة، راه ما بقاش، راه عندنا ولات عندنا هنا مشكلة باش نصابو لوليداتنا ورايقاتنا. وعاش الملك، وعاش الملك، عاش سيدنا محمد، عاش سيدنا محمد، عاش الملك. بغينا إن شاء الله إن شاء الله تكون لينا قنصلة هنا وعاوننا سيدنا، هادشي اللي بغينا نطلبو منك. راه حنا كنعانيو بزاف هنا في سردينيا، حنا كنعانيو بزاف. وعاش الملك. انا سميتي اسماعيل، تنسكن في سردينيا. انا بغي نقول، بغي نصيفط واحد الرساله بالله، حنا ملي تنبغي نقادو شي ورقه ولا شي باسبور خاصنا نمشيو تا روما، ياكو شويه غالي المركوب، وياكو الناس فهمتي. وحنا باغيين شي قنصليه هنا قريبه لينا، باش الا بغينا نقادو شي ورقه ولا شي باسبور، ياك هنا بنادم قريبه لي، بحال كاين شي واحد يبغي يقاد شي ورقه عندو شي بروبليم في دارو وما يقدرش يمشي حتى روما هنا قريب لي. السلام عليكم، سميتني خالد، مقيم في سردينيا. كنعاني واحد المشكل ديال القنصليه، ما كايناش هنا في سردينيا، وكنضربوا نهار ديال الطريق باش نمشيو لروما باش نقادو شي ورقه اللي خاصنا. ومني كنوصل تما كيقولوا لنا وقع لي ليت مشكل، مشيت حتى لتما روما وبغيت نقاد الباسبور. السلام عليكم، انا مهاجر مغربي مقيم في سردينيا. حنا كنعانيو المشاكل ديال القنصليه، ما عندناش هنا شي ملحق تابع للقنصلية. كاينين مهاجرين، انا عندي محل هنايا كندفع لكرو، كنعانيو جميع المهاجرين كنعانيو هنايا، كنتصنت لهم اش كيقولوا، خاصو باش لا بغى يمشي يجيب الباسبور ديال ولادو خاصو يدي العائله ديالو كامله في الباطو ويجيبها 14 ساعه باش يديها و14 ساعه باش يجيبها، والمصاريف يمشي للمغرب ويجي وما يخسرش هذيك الميزانيه اللي غيخسر باش يمشي للقنصليه الروما. وكنطالبوا باش يديروا لينا شي ملحقه هنا قريبه. مثلا نعيشوا في هذه الجزيره بعيده كل البعد عن كل شيء، ولهذا تنطالبوا من السلطات المغربيه تحت الرئاسه المولويه لصاحب الجلاله محمد السادس يمهدوا لنا، يعطونا هذه الفرصه ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش تكون عندنا واحد الملحقه هنا ان شاء الله في جزيره سردينيا اللي تتحتوي على واحد العدد كبير من المهاجرين. وفي الحقيقه احنا كنا تكلمنا مع عدد من السلطات وعطاونا وعود، لكن مع الاسف لا زلنا ننتظر. والان تحلينا الفرصه باش نتعرفوا على السيد دالي محمد رئيس جمعيه حركه الشباب الملاكي، اللي هو ان شاء الله الرحمن الرحيم هو في الضيافه ديالنا والعائله ديالو. الحمد لله راه فرحان بهم، فرحان بالسيد الرئيس، وكنا نتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم المسؤولين وصاحب الجلاله يسمعوا لنا لهذا الطلب ان شاء الله، وتحقق امنيه اللي كنا تنحلموا بها هذه اكثر من 30 سنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.